أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. قسم التحقيقات بمكتب النائب العام يكشف نتائج التحقيقات مع عناصر تنظيم الدولة وتفاصيل نشأته وتحركاته. غرفة حفظ الأمن بصبراتة تحمل الرئاسية المقترحة مسؤولية عدم التدخل وإيقاف الحرب بالمدينة. انقضاء اليوم الثاني من اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل اتفاق الصخرات دون توافق الطرفين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصور أن التحقيقات مع عناصر تنظيم الدولة كشفت عن ملابسات نحو 200 عملية نفذت في ليبيا ونسبت إلى مجهول. وأكد الصور التحقيق مع عنصر أشرف على عملية إعدام الأقباط المصريين، مشيرا إلى حصولهم على كل تفاصيل الواقعة ومكان دفنهم، لافتا إلى إصدارهم أوامر بالقبض في حق أكثر من 800 شخص داخليا و50 آخرين لدى الانتربول الدولي. وكشف الصور أن عدد الجنسيات التي انضمت إلى التنظيم في ليبيا بلغت 26 جنسية، في مقدمتها الجنسيات التونسية والمصرية والسودانية. وأوضح رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أن بداية التجنيد لتنظيم الدولة في ليبيا كانت مع شخص يدعى حسن بلعرج في درنة. هذا الشخص سبق أن سجن في العراق سنة 2005، عاد إلى ليبيا سنة 2012، أسس ما يعرف بجماعة التوحيد والجهاد في مدينة درنة تابعة لما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق. انضمت جماعته لاحقا بتنظيم داعش ونصب أميرا على ليبيا. استقبل مبعوثي تنظيم الدولة داعش إلى ليبيا سنة 2014. هناك بعض الأشخاص الذين جاءوا من سوريا والعراق والسعودية والبحرين وغيرها من قيادات تنظيم داعش، منهم تركي بن علي ومحمد. وقال الصور إن قيادة التنظيم في ليبيا تناوب عليها عراقيان هما وسام الزبيدي وعبد القادر النجدي. وسام الزبيدي وهو عراقي لديه عدة كنى، أبو مغيرة القحطاني، أبو عبد العزيز الأنباري، أبو عبد العزيز العراقي، قتل في غارة أمريكية على درنة في سنة 2015. تولى بعده عبد القادر النجدي وهو يسمى أبو معاذ التكريتي، عراقي الآن هو موجود في الصحراء الليبية مع بعض قيادات التنظيم كمحمود البرسي وهاشم بوسدرة وغيرهم. قبل إحكام الحصار على مدينة سرت خرجوا وهم الآن في مناطق عدة في الجنوب الليبي يتم رصدها الآن. من كما أكد الصور أن لديهم ما يكفي من المعلومات بشأن اقتحام السفارة الأمريكية ببنغازي، وأن معظم المتورطين كانوا ينتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة والقاعدة قبل الانضمام إلى تنظيم الدولة. نريد أن نركز على السفارة القنصلية الأمريكية في بنغازي. القنصلية كثير من العناصر الذين ساهموا في هذا الاقتحام وتسببوا في مقتل السفير الأمريكي هم الآن تم التحقيق معهم وأدلوا بالمعلومات كافية ووافية عن تفاصيل هذه العملية. وقع مكتب النائب العام في خطأ أثناء عرضه لنتائج التحقيقات التي أجراها في قضية تنظيم الدولة في ليبيا، وفي عرضه ولاية برقة في التنظيم أظهر صورة الشيخ منصور البرعصي الذي اغتيل عام 2014 ببنغازي على أنها صورة القيادي في التنظيم ووليه في بنغازي محمود البرعصي، مشيرا إلى أنه ما يزال مطلوبا لدى مكتبه. أفادت أو حملت غرفة حفظ الأمن والاستقرار بصبرات المجلس الرئاسي المقترحة المسؤولية الكاملة لعدم التدخل وإيقاف الحرب الدائرة بالبلدية.
وطالبت الغرفة في بيان لها الأربعاء طرفي النزاع بالتعاون مع وفود المصالحة على إيقاف شلال الدم وفق تعبيرها، مؤكدة جاهزيتها التامة للتدخل وفض النزاع متى طالبت وفود المصالحة ذلك. كما دعت كافة البلديات المجاورة للبلدية وباقي البلديات الأخرى لتقديم النصح لأبنائهم للتأكد من عدم الدخول في الصراع القائم داخلها حتى تكتمل جهود وفود المصالحة وتتحقق مسعيها وفق نص البيان. أفاد رئيس المجلس العسكري صبرات الطاهر الأغراب للخميس بأن المدينة تشهد هدوءا حذرا، مشيرا إلى استئناف جهود المصالحة. وطالب الأغراب لرئاسة الأركان بالخروج في مؤتمر صحفي لبيان موقفهم مما يحدث في صبراته والإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار ليتبين للناس من يمتثل للأوامر ومن يرفضها وفق قوله. وكشف رئيس المجلس العسكري أن لديهم معلومات تفيد بأن بعض أعضاء مجلس النواب يدعمون استمرار الحرب في صبراته، مطالبا هؤلاء النواب بالخروج للأعلام وتوضيح ملابسات ومبررات موقفهم من الحرب في المدينة. هذا ووصف الشيخ الصادق الغرياني مفتي عام ديار الليبية المعارك الجارية في صبراته بأنها امتداد لمعركة بنغازي. أرى أن معركة صبراته هي امتداد لمعركة بنغازي، لا أشك في ذلك. ما يسمون بالكرامة الذين دمروا بنغازي بقيادة حفتر وجنوده هم الذين الآن انتقلوا إلى المنطقة الغربية واختاروا منطقة صبراته بالذات منطلقا لتدمير المنطقة. واعتبر فضيلة المفتي أن استهداف صبراته يأتي في إطار الاستهداف للمنطقة الغربية ومن أجل مساومات اقتصادية، ولأن يعني هي قريبة من مناطق لا أهمية اقتصادية فيما يتعلق بالنفط ومليتا وغيرها ليساوموا بها لدى الغرب، لدى يعني الناس الذين هم يخدمونهم ويطيعونهم ويقدمون لهم الخدمات المجانية في تدمير بلادهم. ولكن هذه الأمور أصبحت تتكشف وتتبين الحقائق، القتال الآن في صبراته. وانتقد الشيخ الصادق في حديثه خلال برنامج الإسلام والحياة صمت الحكومة المقترحة على أحداث مدينة صبراته. يعني ليس هناك حكومة في البلد يهم هذا الأمر، قتال المدينة بأسرها بالمدافع والها والأسلحة الثقيلة وتدمير مدينة بحالها واستغاثات، وليس هناك جهة تقصي حقائق تابعة للجهات الرسمية في الدولة، لا الداخلية ولا غيرها ولا الدفاع، وكأن شيئا لم يكن. والحكومة وأعوانها ومجالسها منشغلون الآن شغل آخر في إعادة تقسيم الغنائم وتوزيع الكرامة. ونبقى في ملف صبراته، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الكتيبة 48 وليد زريق الأربعاء أن وقف الاشتباكات في المدينة يتطلب تدخلا سياسيا عقب فشل جهود لجان المصالحة. وأكد زريق في اتصال مع قناة النبأ أن كتيبتهم ستمتثل للمجلس الرئاسي المقترح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في حال أصدر أوامر بالوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة، مشيرا إلى تبعية غرفة الوادي أيضا للرئاسي المقترح، وأنهم من المفترض أن يستجيبوا لأي تعليمات بوقف القتال في صبراته. أكد موفد النبأ إلى تونس انتهاء اليوم الثاني من اجتماعات لجنة المصغرة لتعديل اتفاق الصخيرات دون الوصول إلى اتفاق بشأن هيكلية وصلاحيات المجلس الرئاسي المقترح. وأفاد مراسل النبأ بتونس أنه سيبحث اليوم في اجتماعات استشارية لكل لجنة الأفكار المطروحة في اجتماعات الأمس. وكان موفدنا أفاد بأن وفدي الحوار الممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقا على تمديد الاجتماعات لعدة أيام بغية حسم التعديلات بشكل مفصل. بعد توقيعه في 17 من ديسمبر عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، ما يزال الاتفاق السياسي الذي وقع برعاية أممية يثير الجدل بين الأوساط السياسية الليبية.
وعلى الرغم من الدعم الدولي المستمر للاتفاق ومخرجاته، إلا أنه حتى اللحظة لم تحظى بنوده بتوافق كامل بين الداعمين له، ناهيك عن الرافضين له من الأساس. فمجلس النواب ألغى في مارس الماضي في جلسة أثارت الكثير من الجدل حينها قراره باعتماد الملحق الأول من الاتفاق السياسي المتعلق بالمجلس الرئاسي، والذي كان قد صوت عليه بالموافقة في يناير من العام الماضي، معللا ذلك بعدم إلغاء المادة الثامنة التي تنص على نقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع الاتفاق. أما الرافضون للاتفاق من الأساس فقد رأوا أنه لم يحظى بالتوافق والقبول من كل الأطراف السياسية، عدين الاتفاق تقسيما وتوزيعا للسلطات على أطراف محددة بدعم غربي، وتمكينا لما وصفوه بالثورة المضادة والعسكر بحكم ليبيا، وليس اتفاقا حقيقيا يضمن التوافق بين الليبيين. وبعد مرور قرابة العامين من الأخذ والرد بين تلك الأطراف، برزت دعوات محلية ودولية إلى ضرورة تعديل الاتفاق لحلحلة الأزمة الراهنة وإنهاء المراحل الانتقالية. دعوات بدأها مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا الألماني مارتن كوبلر، وأكملها خليفته الحالي غسان سلامة، حيث أعلن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي خارطة طريق جديدة لحل الأزمة، إضافة إلى رعاية الأمم المتحدة لاجتماعات بين نجلتي الحوار الممثلتين لمجلس النواب والأعلى للدولة لتعديل اتفاق الصخيرات. وقبل يومين بدأت في تونس العاصمة أولى جلسات تعديل الاتفاق السياسي بين اللجنتين، حيث أكد غسان سلامة في مؤتمر صحفي الثلاثاء حصوله على توافق من لجنتي الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات، ومن عدد من القيادات الليبية للبدء في صياغة التعديلات على اتفاق الصخيرات. وتشمل التعديلات المقترحة تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى 3 أعضاء يتولون بعد ذلك ترشيح حكومة انتقالية جديدة. موفد النبأ إلى تونس أشار إلى أن وفدي الحوار للمجلسين اتفقا على تمديد الاجتماعات لعدة أيام بغية حسم التعديلات بشكل مفصل. ويتساءل مراقبون عن مدى إمكانية أن تكون التعديلات المزمع إدخالها على الاتفاق فرصة لتحقيق توافق حقيقي يضمن ملاحظات مقاطعيه سابقا، أم ستكون تعديلات من أجل الاستمرار في سياسة تقاسم السلطة والنفوذ بين المشاركين فيه. في السياق ذاته قال موفد النبأ إلى تونس إن هيئة صياغة مشروع الدستور شكلت لجنة للمشاركة في جلسات تونس لبحث مستقبل مشروع الدستور مع مجلسي النواب والأعلى للدولة. وأضاف موفدنا أن لجنة مكونة من 5 أعضاء كممثلين عن الأقاليم الثلاثة التاريخية برقة وطرابلس وفزان، مشيرا إلى امتناع اللجنة الخماسية عن الحديث لوسائل الإعلام بشأن مشاركتها في جلسات الحوار. من جهته دعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلاب المبعوث الأممية إلى ليبيا غسان سلامة، دعاه إلى ضرورة مساعدة الشعب الليبي في المصالحة الحقيقية وانتخاب حكامه وفق قوله. الصلاب في حديثه مع وكالة قدس بريس طالب سلامة بأن ينصت للشارع الليبي الذي فقد ثقته في الأجسام السياسية الهزيلة، سواء تعلق الأمر بالبرلمان المنحل بحكم القضاء أو مجلسي الدولة والرئاسي وفق تعبيره. كما قال عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الأجسام التي يتواصل معها سلامة فشلت في الحوار وإقناع الشعب بشرعيتها، مشيرا إلى أن فرض أجسام سياسية هزيلة وغير شرعية على الشعب لن يحقق الانتقال الديمقراطي الحقيقي على حد تعبيره. أخبارنا مستمرة وفيها بعد قليل. إيطاليا تقول أن 97% من عمليات الاتجار بالبشر تمر عبر ليبيا. مرحبا بكم مجددا. أعلن عبد الرحمن الشاطر رئيس لجنة إغاثة درنة المشكلة من قبل مجلس الدولة المبثق عن اتفاق الصخيرات، أعلن انطلاق حملة اللجنة لمساعدة أهالي درنة.
الشاطر دعا في بيان له الأربعاء رئاسي المقترحة وكافة الوزارات بالحكومة المقترحة ومؤسسات المجتمع المدني إلى التواصل مع اللجنة لدعم مدينة درنة في شكل أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية. كما دعا الشاطر وزارة الخارجية بالحكومة المقترحة إلى التواصل مع الجهات الدولية لتقديم الدعم السياسي والمادي لتخفيف المعاناة عن درنة. دعا منسق تجمع أهالي درنة عادل البرعص العقلاء والحكماء من المناطق المجاورة إلى الاستمرار في رفع المعاناة على أهالي مدينة درنة. وأضاف البرعص لقناة النبأ أنهم تمكنوا بجهود أهالي وأعيان درنة والمناطق المجاورة من إدخال 4000 كيس دقيق من أصل 25000، مؤكدا تواصل الجهود لتوفير كامل الحصة وإدخالها إلى المدينة. كما دعا البرعص تجار درنة إلى توفير سيولة نقدية لساقي الشاحنات التابعين لصندوق السلع التموينية المناطي بهم نقل هذه الكميات. قررت الحكومة المؤقتة الأربعاء منع حاملي الجنسية الأمريكية من الدخول إلى ليبيا تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وأصدرت الحكومة المؤقتة بيانا على موقعها أكدت فيه أنها تابعت بقلق بالغ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق دخول المواطنين الليبيين كمهاجرين أو عن طريق تأشيرة الأعمال التجارية والسياحية. وكانت الولايات المتحدة أكدت مواصلة تعليق دخول الليبيين إلى أراضيها، مشيرة إلى أن ليبيا تعاني أوجه قصور كبيرة في بروتوكولات إدارة الهوية. قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إن 97% من عمليات الاتجار بالبشر تمر عبر ليبيا. ووصف مينيتي الاتجار بالبشر بالصناعة الملعونة قائلا إنها تنجح في دولة مثل ليبيا، مؤكدا أن إنقاذ حياة البشر مبدأ لا يمكن التنازل عنه. وعد مينيتي في تصريح صحفي نقلته وكالة أكل إيطالية إنشاء ممرات إنسانية حجر زاوية للهاربين من الحرب والمجاعة فقط، وليس لمن يرغبون في تحسين ظروفهم الحياتية. أبلغت الحكومة الإيطالية قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر إنه إذا كان ينوي تقديم نفسه لقيادة ليبيا فعليه أن يختار المسار السياسي والتخلي عن التحركات العسكرية ضد الحكومة المقترحة. وذكرت وكالة آكي نقلا عن صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن هذه الدعوة نقلت إلى حفتر خلال لقائه مساء الثلاثاء في روما مع وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي ووزير الداخلية ماركو مينيتي. من جهته قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن هدف بلاده هو استعادة سلطة لحكومة حقيقية في ليبيا. وأضاف ماتاريلا أن إيطاليا تقوم بدورها في هذا الشأن إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي يعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء حكومة وحدة وطنية قادرة على السيطرة على كامل حدود ليبيا. كما أكد ماتاريلا وفق وكالة أكل إيطالية الأربعاء أن إنشاء حكومة في ليبيا ضروري لوأد حركة الاتجار بالبشر غير الإنسانية وفق تعبيره. ناقش مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمكتب التعليم سبها عبد السلام الجهمي مع عدد من مديري المدارس في المدينة الصعوبات التي تواجه انطلاق السنة الدراسية لهذا العام. وقال المجتمعون الثلاثاء إن صيانة المدارس ومشكلة السيولة وارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية تمثل أكبر المشاكل، إضافة إلى عقود المدرسين وتغطية العجز المالي في بعض المدارس وانعدام الوقود في المنطقة الجنوبية ما أدى إلى تأجيل الدراسة بمدينة سبها. دعينا الاجتماع اليوم بخصوص البند هذا اللي هو محاولة الاتفاق على تأجيل الدراسة، لكن تفاجأنا مساء الأمس بصدور مواعيد الدراسية من سيادة وزير التعليم، حدد 15 أكتوبر حيكون بداية العام الدراسي. نحاول نكون خلال تعاني بعض المراكز الصحية بمختلف المناطق بالعاصمة طرابلس كغيرها من المدن الليبية نقصا في تطعيمات الأطفال حديثي الولادة إضافة إلى التطعيمات المدرسية. التقرير التالي والتفاصيل. تتواصل حملة الصحة المدرسية مع قرب بداية العام الدراسي الجديد للطلبة الذين يستعدون لبدء عامهم الدراسي، وحملة التطعيم الدورية التي أطلقتها وزارة الصحة
التي ستتضمن برنامجها إعطاء التلاميذ اللقاح الثنائي ولقاح السحايا الرباعي واللقاح الوقائي من شلل الأطفال، بالإضافة إلى إعطاء الطالبات الجرعة الأولى. حليمي، والتطعيمات كلها موجودة متوفرة بالنسبة للمستجدين للتلميذ لهذا العام. طبعا هي تطعيمات بعد ما يتم التلميذ مع ورفقة ولي أمره بإحضار كتيب العائلة للتأكيد على العمر اللي هو السنة هذه طبعا مواليد 2011. كذلك عند التلميذ اللي هو نعطوه ثنائي والشلل طبعا ثنائي والشلل والتهاب سحاي. بالنسبة للتلميذ القدامى اللي هم سنة أولى إعدادي، من كم سنة في الفترة الماضية لم يتم تطعيم سنة أولى إعدادي، ما كانش مستهدفين بالتطعيمات، لكن العام هذا تم استهداف بالنسبة للبنين لسنة أولى إعدادي يأخذوا ثنائي وشلل، بعدين عند بالنسبة للبنات يأخذوا ثنائي وشلل نفس الجرعات للولاد يعني الذكور زي الإناث بعد زيادة جرعة اللي هي الحليمي. وبعد انتهاء مدة التطعيم المقررة للمراكز الصحية التي كلفت بالتطعيمات على مستوى طرابلس، سيستمر مركز هايتي لخدمات الصحة المدرسية في العمل على طول السنة لمن لم يتسنى لهم التطعيم في الوقت المحدد، وذلك باعتماد جدول زمني لتطعيم الفئات المقصودة التي ضمت المرحلة التأسيسية بنينا وبناتا. هايتي يستمر في التطعيمات لأن هاي مرات في ناس كانت مسافرة في الخارج أو في ضاعت بطاقتها أو غيره، يستمر الصحة المدرسية ولو حتى ملقاش المواطن في برنامجه في بومليانة مثلا على سبيل المثال أو بومليانة أو سعيد بديري، مع العلم راو بسليم نفس الشيء عندهم الصحة المدرسية للانعتاق عندهم فروع أخرى. صحة الطفل تبدأ من الأسرة ليتكون مجتمع خاليا من الأمراض، فالتطعيم سلاح فعال ضد وحش الأوبئة والأمراض الفتاكة، لذا فالإقبال عليه مكسب كل أسرة ليبية والوقاية خير من العلاج. ونبقى في أجواء المعارض، ولكن هذه المرة من غات، حيث تقيم جمعية ود الصالحين الخيرية في المدينة المعرض التراثي الأول، ويشهد المعرض عرض المقتنيات وأساليب الحياة القديمة إضافة إلى جناح خاص بالحياكة والتطريز. معرض يشمل مقتنيات شعبية قديمة ويشمل الأشغال اليدوية في الصوف، ويشمل أنواع الأكل الشعبي اللي إحنا زمان استعملناه، ويشمل أنواع التراث كلها من الحاجات المائدة إلى العريس إلى اللبس العروسة، يعني كلها بكل صنفة وأنواعها، والعريس شن يلبس والعروسة شن تلبس، يعني من بداية أسبوع الفرح إلى نهايته. مشاركتي مصممة ومشاركة في الأشغال اليدوية، طبعا قاعدة نحاول ندمج ما بين اللبس القديم والألوان الحديثة باش الفصالة تطلع حلوة، ومركز على لبس الأفراح ولبس الطلوع باش الواحد يعرف كيف يتزين ويعرف كيف يطلع حلو وبأقل سعر ممكن، يعني ما مش ضروري الواحد يمشي للسوق باش يبتاع حاجة حلوة، يعني حتى من عند الخياطة في الحوش نطلعوا حاجة حلوة وحاجة كويسة حاجة يطلع بها المنظر كماركة. يعني نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. قسم التحقيقات بمكتب النائب العام يكشف نتائج التحقيقات مع عناصر تنظيم الدولة وتفاصيل نشأته وتحركاته. غرفة حفظ الأمن بالصبرات تحمل رئاسي المقترح مسؤولية عدم التدخل وإيقاف الحرب بالمدينة. انقضاء اليوم الثاني من اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل اتفاق أسخرات دون توافق الطرفين. وإيطاليا تقول إن 97% من عمليات الاتجار بالبشر تمر عبر ليبيا. ختام النشرة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.